الموعد والقنوات وطريقة المشاهدة على الإنترنت والتوقعات لمباراة ممثل سوريا نادي تشرين أمام نادي الشباب بالمباراة اللي راح تقام غدا، مباراة الذهاب في البطولة العربية. خلونا نفوت بتفاصيل هذا الفيديو على السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة. معكم علاوي من قناة علاوي يوتيوب بقناة هاي انزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغط لايك الفيديو، سبسكرايب القناة، وخلونا نبلش بالفيديو. بعد أن تغلب نادي تشرين على نادي المريخ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حان الآن موعد مواجهة نادي تشرين لنادي الشباب السعودي، المباراة اللي تعتبر الأصعب من المباراة الأولى اللي كان أمام المريخ. طبعا هذه آخر مباراة في الدور التمهيدي، الفائز من مباراة تشرين والشباب اللي أيضا هي مباراتين بنظام الذهاب والإياب، الفائز من مجموع المباراتين مباراتي نادي تشرين والشباب راح يتأهل لدور المجموعات. وطبعا أي نادي يتأهل لدور المجموعات سواء كان تشرين إن شاء الله أو الشباب لا سمح الله راح يحصل على مكافأة قدرها 100,000 دولار، من عدا ال20,000 دولار اللي أخذينها كل المشاركين بهذه البطولة. فإذا تأهل تشرين إن شاء الله إلى دور المجموعات سيحصل على 100,000 دولار بالإضافة إلى ال20,000 اللي قابضها بالدور التمهيدي، وراح تكون 120,000 دولار، وهي مكافأة كبيرة جدا خاصة إذا حولت هاي الأموال للليرة السورية، راح تفرق كثيرا في مسألة التعاقدات في الدوري السوري. والآن خلونا نفوت بموعد هاي المباراة. موعد هاي المباراة بإذن الله ستقام غدا الأحد الساعة 8:30 بتوقيت سوريا. أما القنوات الناقلة فراح تكون هاي المباراة منقولة على قناة الرياضية السعودية المفتوحة على قناة على قمر النايل سات، وأيضا راح تكون منقولة على قناة الكاس القطرية، وأيضا راح تكون منقولة من خلال بث مباشر، وهذا والبث المباشر هذا موجه للناس اللي ما عندهم تلفزيون أو بلازما أو ما عندهم كهرباء، يقدرون يشاهدون هاي المباراة من خلال بثوث مباشرة على الفيسبوك. وأكثر بث مباشر محترم على الفيس هو بث مباشر مباراة تشرين أمام الشباب لصفحة البطولة العربية على الفيس، وراح أترك لكم رابطها تحت بالتعليقات، راح تكون ناقلة لهاي المباراة، الصفحة الرسمية للبطولة العربية. طيب نتكلم شوي عن هاي المباراة وعن توقعاتنا لنتيجة هاي المباراة. قبل ما نتكلم عن التوقعات لازم نعرف قدر وحجم نادي الشباب السعودي اللي راح نلعب ضده. نادي الشباب السعودي يمتلك لاعبين محترفين جبابرة، هو يعتبر من قمة أندية الدوري السعودي، الدوري اللي ينافس أعتى الدوريات العالمية. نادي الشباب حاليا يضم عدة محترفين أساطير، كروتشوفياك وإيفر بانيغا. إيفر بانيغا اللاعب اللي مثل أعتى الأندية الأوروبية وأقواهم، كابوكا جونيور الأرجنتيني وفالنسيا وأتليتيكو مدريد الأندية العريقة وإشبيليا وإنتر ميلان وإشبيليا مرة أخرى، ومن ثم قدم إلى نادي الشباب إضافة إلى عدة محترفين أساطير وأقوياء كأرون بوينزا، وحتى حارس المرمى تبعهم محترف اسمه كيم سونغ جو، صيني مدري ياباني، وأيضا سانتي مينا وعدة وكارلوس جونيور وعدة محترفين كثر في نادي الشباب. فهو نادي مجهز جدا، ومثل ما قلنا لكم نادي الشباب خاصة في هذا الموسم متألق جدا 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 في الدوري السعودي، حتى أن في بداية الدوري السعودي وجولات كثر في البداية كان نادي الشباب هو متصدرا للدوري السعودي، وحاليا نادي الشباب ثالث ترتيب الدوري السعودي. فنادي الشباب نادي عريق جدا وله قدرات كبيرة، وبصراحة هو الأرجح للفوز بهاي المباراة على الورق. فأعتقد وبكل صراحة أنه هاي المباراة رايحة لنادي الشباب، ولكن هاي المباراة الأولى تعتبر بأرض نادي تشرين، يجب على لاعبين نادي تشرين أنه يقدمون أفضل أداء لديهم، مو مطالبين بفوز أبدا أمام نادي الشباب، وهذا إن شاء الله راح يحررهم من الضغوطات بهاي المباراة. فإن شاء الله راح يبدعوا اللاعبين نادي تشرين إذا حطوا عقلهم براسهم ولعبوا مثل ما لعبوا أمام نادي المريخ، مو يلعبون مثل ما قام يلعبون بالدوري السوري. أنصاف الفرص بل أرباع الفرص يجب أن يستغلوها أمام مرمى نادي الشباب، لأنه بكل المباراة ممكن ما يجيهم غير فرصة أو فرصتين أو ثلاثة.
هاي الفرصة أو الفرصتين أو الثلاثة لازم يلدغون فيها نادي الشباب بهدف أو هدفين ينهم بهاي المباراة. أيضا مثل ما قلنا لكم المباراة الأولى اللي راح نلعبها أمام نادي الشباب تعتبر على أرضنا، فهاي لازم نقدم فيها كل الأداء اللي نظهر به، لازم على الأقل نخرج بتعادل سلبي، ما نخلي نادي الشباب يسجلون على أرضنا، لأنه بهاي البطولة الهدف بهدفين إذا تسجل على أرضك. حتى حسمنا تأهلنا أمام نادي المريخ لأنه إحنا عندنا أفضلية بالتسجيل على أرض نادي المريخ، بينما نادي المريخ ما استطاعوا يسجلون على أرضنا. فمسألة عدم تسجيل نادي الشباب بالمباراة اللي راح تقام غدا هو أمر مهم جدا، مو مطالبين بفوز أبدا، ولكن على الأقل أخرجوا بتعادل وحاولوا أنكم تقتنصون الفوز من خلال استغلال أرباع الفرص. أي فرصة لازم تجي لمهاجمين نادي تشرين لازم تتسجل هدف، خاصة في بداية المباراة، خاصة في بداية المباراة مشان يتم تثبيط معنويات لاعبين نادي الشباب. نعم أعتقد أني قام أتكلم شيء من شبه يعني شبه مستحيل، ولكن كرة القدم فيها كل شيء، ولازم الواحد يأخذ احتياطاته قبل ما يدخل على المباراة. لو كان يواجه برشلونة مو نادي الشباب، لو كان يواجه برشلونة ولا ريال مدريد لازم الواحد يدخل للانتصار، سواء كان لاعب ولا مدرب ولا إدارة نادي. مثل ما فريق نادي الشباب داخلين علينا مشان الانتصار، أيضا إحنا نادي شريف فايتين على المباراة من أجل الانتصار. نعم هنالك فوارق فنية ما بين نادي الشباب ونادي تشرين، أيضا في مباراة المريخ أمام تشرين قالوا هنالك فوارق فنية ما بين نادي تشرين وما بين نادي المريخ، وأيضا توقعنا أمام الكاميرا وقلنا احتمال كبير أنه نادي المريخ هو اللي يخطف اللقب والتأهل للدور الثاني التمهيدي، لكن نادي تشرين خطف اللقب، لأنه بكل صراحة كرة القدم لا يؤمن لها جانب، لازم الواحد يفوت بكل المباريات للفوز. نادي الشباب على الورق 90% رايحت له المباراة، ولكن لاعبين نادي تشرين لازم يفوتون على المباراة بكل ثقة، لازم يلعبون على الأقل مشان يكسبون احترام الخصم ويكسبون احترام جماهير الخصم، ولما يشوفونا احنا السعوديين ولا يشوفونا يشوفونا الخليجيين ولا يشوفونا الأندية السعودية يقولون انه اللاعبين السوريين جيدين، وممكن ايضا تتوفر عقود على فكرة للاعبين نادي تشرين اذا قدموا مستوى ممتاز وجيد امام نادي الشباب غدا ان شاء الله. فالمباراة مثل ما قلنا لكم على الأرجح وعلى الورق رايحة لنادي الشباب، ولكن أتمنى أنه نادي تشرين يقدمون على الأقل مستوى يليق باسم نادي تشرين ويرفع رأس جماهير نادي تشرين والجماهير السورية. بس والله هذا كان فيديو اليوم، وهذا كان كل أخبار هاي المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.